نعم، على ذكر خوميني، هناك في المظاهرات مطالبات بل وشعارات ترفع برحيله بل والموت له، ما دلالات هذه الموت الشعارات؟ الموت لخامنئي وهو المرشد الأعلى الحالي. الخميني المجرم قد نفق في عام 1988 أو في عام 1990 في داخل إيران منذ سنوات قد نفق، ولكن هذا المجرم الإرهابي المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي هو الآن يمسك زمام الأمور في داخل جغرافيا سياسية ما تسمى إيران برمتها، وكل الأوامر القتل وكل ما يفعله الحرس الثوري الإيراني وفيلق ما يسمى بفيلق القدس وهو فيلق الفرس بأمر مباشرة من مكتب علي خامنئي الذي هو اليوم المرشد الأعلى، وليس هناك أي سلطة سواء سلطة المرشد الأعلى وباقي السلطات المتواجدة من الأصوليين والإصلاحيين ومن رئاسة الجمهورية وغيرها، هذا فقط مجرد شاكلة وظاهرة للعالم، ولكن في الواقع ما يحرك الأمور في إيران هو المرشد الأعلى. ولذلك الشعب الأحوازي يدرك، خاصة أنه صراعه مع الدولة الفارسية سبق العرب منذ سنين، فيدرك تماما أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي هو من يمسك بزمام الأمور وهو من يصدر أوامر القتل، فالمسؤول الأول هو علي خامنئي عن ما يحدث في داخل الأحواز وفي جغرافيا سياسية ما تسمى إيران برمتها. ولكن نحن نتركز حيث على الأحواز، حيث الظلم الذي يقع على الشعب الأحوازي اليوم بصراحة لا مثيل له، وقد ولكن قد رأينا بعد ذلك في العراق وسوريا وغيرها.